هو أبسط الفنون القتالية وأصعبها في الوقت نفسه، فن الدفاع عن النفس دون إيذاء الخصم، ويتم فيه تحويل قوة الخصم ضده. الأيكيدو الرياضة التي تنتهي عندما تبدأ، أين يتعرض الخصم للإخضاع وعليه الاستسلام. إنه فن الاحتواء وفلسفة الأيكيدو، يتيسر معنى اسمها في أنها التناسق بين العقل والجسم. خرجت إلى العلن منذ أوائل القرن العشرين، وفي سنة 2015 بدأت هنا تحت سقف مدرسة الشقيقين بحي جلول العربي الزاوية ببلدية ابن تامو في ولاية البليدة. يدخل هؤلاء الرياضيين القاعة ويلقوا التحية مع مدربهم ليبدأوا تدريباتهم، لتكون مدرسة لتطوير هذه الرياضة وتعليمها، ومنها المشاركة في مختلف البطولات. الهدف تاعنا في قاعة تاعنا في مدرسة الشقيقين هو طوروا ان شاء الله هذه الرياضة، نروحوا بها للبعيد ان شاء الله، ونمشيوا مع الشبيبة الفئة الشابة هذه ان شاء الله، ونأطروهم ونعلموهم ونثقفوهم. شاركنا في عدة تربصات محلية وطنية ولا عالمية اللي صارت هنا في الجزائر ولا خارج الوطن، الحمد لله. بين سنة 1925 و 1960 أسس موريهو أوشيبا فن الأيكيدو باعتباره خلاصة لدراساته لفنون القتال، وهي مستمدة من فن القتال دايتورو أيكي جوجيستو، والذي عرف في اليابان من قبل المدير تاكيدا سوساكو. ملابس الأيكيدو عبارة عن بدلة ثقيلة تحمي المقاتل عند سقوطه، وبنطال مبطن عند الركبة لحمايته من السقوط. والمبتدئ في ممارسة هذا الفن يبدو له فيها تعقيدا مثل التعقيد الذي يبدو في بداية ممارسة حركة الجومباز. الأيكيدو فيه تقنيات بالعصا، كما نقول العصا، وبالسيف، وتقنيات بدون عصا. معناتها فيها عدة ورشات اللي نخدم عليهم. يتعلم الممارس هنا، يتعلم الثقة بالنفس، يتعلم كيف يدافع على روحه بدون أي ضرر، وهذا هو الشيء يحث الأيكيدو. سيغان كاماي هي وضعية الوقوف الأساسية في قتال البوكين أو القتال بالسيف، بمسك البوكين من أعلى اليد، ووضعيات أخرى منها موجاماي وجودان، وهذه وضعية كوميتاتشي عندما يتدرب اثنين على قتال البوكين. وأنواع أخرى من الهجوم في قتال جودوري، أي القتال بواسطة العصا، منها تشوكو تسوكي وكايتشي تسوكي وتسوكي جودان جايشي أوتشي. في البداية يبان لك صعيب شوية، بصح غير تبدأ تمارس وتفهم المبادئ تاعو راح يجيك ساهل. في يعتمد على التسامح، على انسجام مع الخصم، مع رد الفعل تاع الخصم. هذيك العدوانية هذيك الانسان يردها، عاود يردها بكل بساطة بحاجة سلمية، سيتحكم في الخصم بدون اي ضرر، وهذا مستوى عالي. الانسان كي يمارس هذه الرياضة لازم يكون يحب هذه الرياضة، ويمد لها الوقت باش يتمد له الثمار تاعها، ويحاول انه دائما يسقط هذا العمل تاعو على عدة رياضات، ويزيد الانسان يفتح مخه
يوسع المعرفة تاعو. فئة الأساغر هنا حاضرة لقضاء التدريب رفقة مدربهم بعيداً عن الشارع وآفاته، ليعكسوا عبارة الجسم السليم في العقل السليم. تعرفت على هذه الرياضة من قبل الشيخ محمد بن علي والشيخ عبد الوهاب الشقيقين، وأحب هذه الرياضة لأنها رياضة ممتعة، وأحمي بها عن نفسي وأحمي بها غيري وأدافع عن نفسي وأحمي بها جسمي في العقل السليم في الجسم السليم. فضلت لهم هذه الرياضة أولا لابتعاد عن الآفات الخارجية التي تهدد هذا الشباب. أن نطلب من الأولياء أن يبعثوا أبنائهم إلى الرياضة، لأن الرياضة فيها فوائد عظيمة، منها أن الإنسان يتربى مع أصدقائه على الحب على الخير. رد فعل متناسب وفوري لعدوان في الواقع وفقا لروح الأيكيدو، ليس هناك قتال لأنه ينتهي في الوقت الذي يبدأ فيه، فهو يحتوي على تقنيات بالأسلحة أو بدونها، وبعد ساعات من التدريب تلقى تحية الخروج، ويبقى الأيكيدو فن يعطي ميزة جميلة للرياضة الجزائرية.